السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله شيخ علي الدراجي. عليكم السلام، الآن صوتك واضح، أسمعك، تفضل، حياك شنو سؤالك؟ حياك الله شيخ علي الدراجي. استفسر، أنت اسمح لي، شنو سؤالك كان قبل قليل، شنو السؤال؟ علي رضي الله عنه كان حينما يصلي، كان يصلي بالقرآن الذي جمعه عثمان أم القرآن الذي جمعه هو في خلافته؟ طيب كملت؟ تفضل، حياك الله. كملت الآن، كملت؟ اجب بقى يا شيخ، خلاص يلا اجب. الآن تروح ايش شيخ علي؟ تروح ماكو تروح للمرحاض، تسمع؟ اسمعك الان، مرحاض، وتتغسل بالبول مالك، لان عندكم روايات انه البول طاهر الى شكرا اخره، شكرا وتنام وتنشب وتاكل خرق يا وهاب. استغفر الله، استغفر، لا اله الا الله. لا يا جماعه، اقسم بالله شيخ فضائيات، اقسم برب الكعبه، هذا شيخ بيخش في الفضائيات الساعيه، بيقول لي انت، بكلمه في القران يقول لي بول وتنكب، اعوذ بالله. هذا اخوه بيخرج على قناه النجباء الفضائيه، لا حول ولا قوة بالله عليك يا شيخ، ده بتاخد منه ايه؟ ده بتاخد دينك منه ازاي مع الالفاظ البذيئة هذه وانا بكلمه عن القرآن، ويقول لي انهيت، خلاص خلصت سؤالك؟ هو عارف ان انا رامي عيسى، اقسم بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. الحكم لك ايها الشيعي العاقل، متى تتبرأ من هذه الديانة القبيحة البذيئة؟